أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة عام 533 ميلادي في عائلة من قبيلة بني تيم المرموقة. كان يعتبر من أفضل الأشخاص في مكة من حيث النسب والثروة، وكان تاجراً موفقاً وناجحاً. عندما دعاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قبل أبو بكر دعوته بإخلاص وأسلم دون تردد، ولذلك سمي الصديق. كان من أوائل الذين آمنوا بالرسالة النبوية ودعموها بكل جهدهم. شارك أبو بكر في معظم غزوات الإسلام، وأظهر بطولته وشجاعته في الدفاع عن الدين والمسلمين. كان مع النبي في غزوات بدر وأحد والخندق، وأثبت نفسه كمناصر قوي ووفى للإسلام. علاقته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت وثيقة ومبنية على الثقة والمحبة. كان أبو بكر أحد أفضل أصدقاء النبي وأقرب أصحابه، وكان دائماً يدعمه في كل موقف. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر الصديق الخلافة وقاد الأمة الإسلامية بحكمة وعدالة. كانت فترة خلافته مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنه استطاع أن يحافظ على الوحدة والسلم داخل الجماعة. تميز أبو بكر بالإخلاص والتواضع، وكان دائماً يسعى للخير والعمل الصالح. ترك أثراً عميقاً في تاريخ الإسلام، ولا يزال يحترم ويحب حتى اليوم كواحد من أعظم الصحابة وأحد أبرز الخلفاء الراشدين.